يا من تكون الرفيق الاول هي اللي رايحة تاثر على الجزائريين اداره او الاعلامات الافريقيه ولا الجو وخاصه اعلام غزه. مشاهدي الافاضل الطاوله من مدينه الطبرقه الجزائريه من مدينه ام قبول الجزائريه والمتوجهين في رحله رقم 777 المتوجهين الى تونس بالضبط الى ملعب رادس الذي يحتضن 30 مليون تونسي من مشجعي الفريق التونسي و10000 من المنتخب الوطني الجزائري. هذا هو المناصرين الجزائريين اذا تحركوا اخذوا معهم منقاوس اخذوا معهم ياغو. يا ابو محمد لو انك هنا وتقول لي حط شويه ياغو يا محمد اتذكرك واتذكر عبد السلام وتذكر الجزائريين القليل والكثير منهم. لازم لابد من انه عم بيساسي يبكي اليوم. يا مشاهدي الافاضل التويكس في حراسه المرمى رقم 2 كوكا رقم 3 لافاشكيري رقم 4 ياغو رقم 5 نقوس رقم 6 بنانا رقم 7 يا بنانا اوجه لك تحياتي يا بنانا من لا تفعل هكذا الطاوله ماهيش ممسوحه من فضلك. قلت لكم بان تشكيله المنتخب الوطني الجزائري اليوم وبقياده عبد السلام تجبد الخبز وتقعد هكذا تبقى اعرفك يا ابراهيم بانك تريد القول بانه مشاهدي الافاضل سبق وان قلت لكم بان الجزائريين اذا تنقلوا الى تونس اخذوا معهم الخبز في اجبد لي الدجاجه. يا ياسين يا ياسين الدجاجه والزجاجه والثلاجه تتذكرون في الطريق الوطني رقم 5 في الطريق الوطني السيار الجزائري. شكرا لكم مشاهدي الافاضل نلتقي بعد الفاصل لانه اذا تحطت الدجاجه لم يبقى لي الا ان اركب فوق دراجه وانظر في زجاجه. قول 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 مازال ما فعلهاش. قلت لكم التشكيله الوطنيه الجزائريه في حراسه المرمى خبزة رقم 2 دجاجة رقم 3 نقاوسة رقم 4 ياغو رقم 5 كوكا كولا. هذه يا سادس مباراة له من يتحرك معنا كوكا كولا يا ابراهيم. قلت لكم رقم 8 تويكس رقم 9 لافاشكيري رقم 10 يايا توري رقم 11 تشينا في قيادة المنتخب الوطني الجزائري بنان. كله هذه هي مشاهدي الافاضل لا طرشونا ولا بوشونا ولا كاس ولا اي اتذكر بانه اذا ذهبوا الى اسبانيا مثلا او الى برشلونه او الى المهم هو الفوز الكبير انك تتنقل في سياره مثل هذه ما شاء الله بسم الله. مشاهدي الافاضل عوده مجدده سبق وان قلت لكم خلاص يا برا